السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، شهر رمضان مبارك علينا وعليكم جميعا. واحدة من المفردات المهمة التي طرحت في السنوات الأخيرة وسلطت عليه الأضواء واعتبرها البعض نوعا من أنواع الجهاد، بل وهو الجهاد الأهم، الجهاد الحتمي والفوري والمستعجل الذي لا يقبل تأخيرا أو تأجيلا أو تبديل، مفردة البصيرة وجهاد التبيين، وردت كذلك في رواية أهل البيت وجعلت الميزة المائزة في شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام، أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك، أو عندما تتحدث الرواية رحم الله عمنا العباس كان نافذ البصيرة. هذا اليوم نتحدث عن البصيرة وجهاد التبيين، هاتين المفردتين الأهم في وقتنا الحالي باعتبار قيل عنها فريضة حتمية وفورية ومستعجلة. من يحدثنا عن فريضتي البصيرة وجهاد التبيين هو سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني، ممثل سماحة آية الله السيد الولي الخامنئي في العراق. نأخذ فاصل ونبدأ هذه الرحلة مع سماحته إن شاء الله. فاصل ونبدأ، ابقوا معنا. حياكم الله مرة أخرى، أرحب بكم وأرحب بضيفي سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني، ممثل آية الله السيد الولي الخامنئي في العراق. حياكم الله سماحة السيد، أهلا وسهلا ومرحبا، وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. سيدنا، في بداية هذه الحلقة، البصيرة مفهوم كبير، فما معنى البصيرة؟ نعم، سلامي تحياتي لمشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات ولكم، وكذلك الله يتقبل صيامكم وقيامكم في هذا الشهر من جميع المؤمنين. البصيرة يعني الفهم الصحيح أما يجري معرفة المعاني المهمة للقرآن وأهداف العالية للإسلام، وكذلك معرفة المجتمع، هذا معنى البصيرة. معنى الإنسان الذي هو بصير يعرف الأمور، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يذكر هؤلاء الذين هم قابل للخطاب وقابل يعني الإمام علي عليه السلام متعلق فيهم، يقول حجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، يعني ليس فقط أنهم يعلمون، حجم بهم العلم على حقيقة البصيرة. فعلى ذلك لابد أن ينضم العلم البصيرة، وأن العالم إذا كان عنده علم ولكن لم تكن عنده بصيرة لا يعرف كيف يتكلم، كيف يحدث، من يحدث، متى يحدث. وكذلك لكل مقال مقام، المقامات التي لابد أن تتحدث ما أدري. فالبصير هو الذي أولا يعرف الخطاب الديني وخطاب الإسلامي، وثانيا يعرف المجتمع والمخاطب الذي يريد أن يتكلم معهم، وعمله عمل حكيم وليس عمل عشوائي وليس عمل خراب. ولذلك البصيرة في كل شيء لازم، مخصوصا في مجال الدين، لأن الدين أهم شيء يعيش به الإنسان ويرغي الإنسان إلى مدارج الكمال. ولذلك البصيرة أصل مهم جدا. والإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى عندما قال الجهاد تبيين، يعني بيان شيء يبصر الناس ويعرفون الحق من الباطل، يعرفون الصديق من المعادي، وهكذا يعرفون كيف يتعاملون مع مجريات الأمور في هذا الأمر في العالم، عالم التي كلها حيل ومكر وخديعة، وكذلك قوى الشرك وقوى الكفر وقوى الاستكبار هم يحاولون تضليل الشباب وتضليلنا. فعلينا أن نكون بصيرا حتى لا نقع في حبالهم وفي مكرهم وخديعتهم.
سمحت سيد، هذا المفهوم الكبير، هذا حقيقة البصيرة، عنوان البصيرة. نعم، لابد أن يكون لهذا العنوان الكبير هناك إسناد في الآيات والروايات. شيئا نتوسع في مسألة التبيين إن شاء الله. هل هناك روايات وآيات دلت على مفهوم البصيرة؟ نعم نعم، البصيرة نعم، في القرآن كلمة البصيرة كرارا جاءت في القرآن وفي الروايات، أشرت إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام ذكر هذا الأمر، وإن يعني بصيرة من العناوين والمفردات التي قياساتها معها، يعني عندما ينظر الإنسان إلى حقيقة البصيرة، معنى البصيرة، يعرف البصيرة في المجتمع في الأمور الدينية ما معناه، ولذلك البصيرة أمر واضح، ولكن مفرداتها أو مصاديقها أمر مهم. قد يكون الإنسان يزعم أنه بصير ولكنه هو أعمى في كثير من الأمور، ولذلك البصيرة مهم، ولكن نحتاج إلى نعرف مصاديق البصيرة وما هي البصيرة في هذا العصر بكل موضوع نريد أن ندخل فيها. نعم جيد. إذا تسمحون لي أنا أتكلم حول مسألة الجهاد. الجهاد على قسمين، جهاد صغير أو جهاد أصغر وجهاد أكبر. كما أن رسول الله عندما رجع أصحابه من غزوة كان غزوة دامية، قال عليه السلام رجعتم من جهاد الأصغر وعليكم من الجهاد الأكبر، فسألوا ما جهاد الأكبر، فقال الجهاد الأكبر جهاد النفس. جهاد النفس ما معناه؟ جهاد النفس أولا نجاهد أنفسنا كل واحد منا حتى لا يضل ولا يكون على الطريق الصحيح، هذا جهاد النفس، يمنع النفس من المغريات من الأضاليل مما يجعله بعيدا عن الحق والحقيقة والسعادة، وكذلك الدفاع عن الآخرين. كما نحن في جهاد العسكري دافعنا عن أنفسنا، كل مجاهد دافع عن نفسه وجاهد عن شعبه وعن وطنه، كذلك في جهاد التبيين أو بتعبير آخر جهاد النائمة، لابد يعني الحرب النائمة، لابد أن يكون الإنسان يدافع عن شبابنا عن عامة الناس عن الوطن وعن جميع الشعب، ولذلك تحتاج إلى بصيرة شاملة حتى تستطيع تقوم بهذا الجهاد. هذا الجهاد سمحت سيد دعني عذرا على المقاطعة، دعني أقف هنا قليلا لو تسمح سيدنا. جهاد التبيين وأداء الكلام له كما أن الجهاد حكمة والموعظة الحسنة وإلا نعم، كما أن الجهاد الكبير له مصاديق، هناك جهاد كفاء عيني، هناك جهاد كفائي. جهاد التبيين هل هو جهاد عيني جهاد كفائي؟ من المكلف في جهاد التبيين وعلى من يقع التكليف؟ ما هي مصادق جهاد التبيين؟ هذه كلها غير واضحة تحتاج إلى تنظير. يعني جهاد التبيين يحتاج إلى تبيين. أنا أريد أن أقول جهاد التبيين مصداق للجهاد الأكبر، جهاد الفكري، جهاد التوعوي، هذا الجهاد. وطبعا هذا الجهاد جهاد واجب كفائي، ولكن واجبات الكفائية قد يكون من قام به بقدر الكفاءة ساقط عن الآخرين، ولكن بما أن هجمات الإضلالية في مجتمعنا في كل بيت وفي كل مكان وهم يستهدفون شبابنا، فعلى ذلك كلنا أن نقوم بالجهاد لا يكفي، ولا بد كل واحد يشعر بالمسؤولية. هذا الأمر الذي ورد في الإسلام، الأمر بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا جهاد التبيين. ولكن هذا الجهاد الذي الإمام الخامنئي أصر عليه لأن في هذا العصر يكون إضلالات العدو منتشرة جدا، بعدما يئسوا أن حرب العسكري هجموا على أفغانستان في بادئ الأمر، هجموا على إلى بلاد مختلفة، هجموا إلى إيران، هجموا على العراق ورأوا أنهم ما استطاعوا يحصلوا شيئا، هجموا على اليمن رأوا أن شعب اليمن صاروا شجعان، صاروا أيغضوا من سابقهم وصاروا أقوياء في مسألة الفكر، ولذلك الآن التجأوا إلى جهاد الناعمة
يعني الحرب الناعمة، والحرب الناعمة إمارة الأضاليل، يعني إغراء الشباب، ويعني سلب بعض المعنويات عن الشباب، وجرهم إلى الإباحية وإلى أن لا يفهم المعاني، وإبعادهم عن اليقظة الواقعية، عن البصيرة الواقعية. فعلى ذلك نحن علينا أن نأخذ بأيدي شبابنا، نأخذ بأيدي أهلنا، كل إنسان بمقدار ما يستطيع عليه أن يقوم بهذا الأمر. ولذلك جهاد في حقيقتها جهاد كفائي، ولكن بما أن الكفاءة غير حاصلة إلا بأن يكون كلنا نقوم بهذا الأمر، يعني كل من يستطيع على حد مستوى، على مستوى علمه، عليه أن يقوم بجهاد التبيين. وكذلك فوري، لأنه يوما بعد يوم يزداد علينا، وله مقتولين، مقتولا في نفسهم وفي عقلهم. فعلى ذلك إنقاذ هؤلاء أمر واجب فوري، كالغريق الذي وقف في البحر علينا أن نستنقذه من البحر، كذلك هؤلاء الذين وقعوا في بحر الضلال، في بحر الفساد، في بحر الإباحيات والشهوات، علينا أن ننقذهم سريعا قبل أن يموتوا، ونجدد لهم الروح، نجدد لهم النفس، حتى يعودوا إلى نفسهم، إلى روحهم، إلى روح الإنسانية، ويفهمون الواقع، ويميزون بين الحق والباطل. وعند ذلك كل هؤلاء سوف يصبحون جنودا لجهاد التبيين للآخرين. جيد سمحت سيد، ما هي الملازمة بين جهاد التبيين والبصيرة؟ الصوت موجود؟ نعم الصوت واضح. الصوت غير واضح شوي. جيد سماحة السيد، هناك عنوان هو البصيرة، وهناك عنوان آخر هو جهاد التبيين. ماكو صوت. ما هي المشتركات والتلازم بين جهاد التبيين والبصيرة؟ نعم ما أدري إذا كان صوتي واضح عند سماحة السيد زميل المخرج. نعم، الجهاد التبيين عبارة عن بيان الواقع وإعطاء البصيرة إلى المجتمع. فعلى ذلك البصيرة لا تحصل بشكل عام وشامل إلا أن نجاهد في هذا الطريق ونبين للناس، وإذا بينا للناس الواقع عند ذلك قمنا بجهاد التبيين. فعلى ذلك البصيرة والتبيين متلازمان، يعني يجب علينا أن نزيد البصيرة في الناس ببيان الواقع، والبيان هو جهاد التبيين، معناه هكذا. وعلى ذلك لا يمكن أن نفصل بين الأمرين، هذا شيء وهذا شيء آخر، بل تبيين أداء الجهاد ومحتوى الجهاد، مضمون الجهاد البصيرة، يعني نرفع البصيرة إلى أغول الآخرين، وننزع عليهم الغرر، يعني أن يغتروا بشيء، والضلال أن أغولهم. سماحة السيد، يعني هناك حرب بين الحق والباطل في مجال الفكر، في مجال العلم، في مجال التعقل. لابد في هذا الحرب أن نزيد التعقل والفكر الصحيح حتى يرفع عن قلوب أغول الناس وقلوب الناس الباطل. سماحة السيد، في الجهاد الأكبر من يستطيع حمل السلاح ومن لديه القدرة على الجهاد هو من يجاهد، يعني هناك فئة مكلفة بالجهاد. نحن نتحدث الآن عن جهاد التبيين، من هو المكلف بجهاد التبيين؟ من الذي عليه يقع هذا الواجب ويتنجز في عنقه هذا الواجب؟ لا، أنا أردت أن أقول الجهاد الأصغر هو جهاد العسكري، يحتاج إلى السلاح، إلى بندقية، إلى دبابات، إلى ما هذا جهاد أصغر. نعم. جهاد الأكبر، رسول الله فصل جهاد الأكبر بالتبيين، فصل بأنه جهاد النفس، وجهاد النفس يعني تغيير ما نفسنا وعقولنا وفهمنا عن المسائل، لا نكون نحن محكوما للشهوة، محكوما للإضلال، محكوما للباطل. فجهاد التبيين في الحقيقة جهاد النفس،
بالنسبة لأنفسنا نتبين لأنفسنا الأمور حتى نحلنا نقتر، كذلك ندافع عن الآخرين. كما أن في الجهاد العسكري المجاهد يجاهد عن نفسه ويجاهد عن سائر الناس، كذلك في جهاد النفس يعني روح عقل، هذا الجهاد كذلك لابد أن يكون مع الوعي والتوعية والتبصير وبيان الواقع وتعريف العدو من الصدوق صديق، وتعريف المؤامرات التي تأتي إلينا وفي ظاهره شيء جميل وجاذب للشباب ولنا. فعلى ذلك هذا معناه إعطاء البصيرة، وإعطاء البصيرة بشكل مفصل وجاد ومنتشر هذا جهاد، يعني بذل الجهد في تبيين المسائل حتى يتبصروا ويعرفوا الواقع. جيد سماحة السيد، هناك من يقول أنا شأني نفسي ولا شغل لي بالناس، أنا كالثمرة كشجرة المثمرة، من أراد ثمرا من هذه الشجرة هو يأتي للشجرة ليقتطف من ثمارها، وليست الشجرة هي من تذهب للناس لتعطي ثمارها. هذا الآن معناه عدم إحساس المسؤولية بالنسبة إلى الآخرين، بينما الله أمرنا بذلك. وواقع المجتمع أنه لا يمكن أن الإنسان يحفظ نفسه ويترك الآخرين، هذا يكون كالنار، الإضلال والإغراء وهذه الأمور الذي يأتي من الأعداء. لا يمكن الإنسان لنفسه شخص واحد يحفظ نفسه، هو يأتي هذا النار ويأخذه، عليه أن يتقدم على النار ويطفئ النار حتى يطفئ عن الآخرين حتى هو يكون محفوظا. الإنسان الذي يعيش في النار إذا قال أنا لا أريد بس أحفظ نفسي عن النار، لا يمكن، النار تتقدم. فعليه مسألة الإضلال هكذا، مضافا إلى أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان، فريضتان من الله تبارك وتعالى، يجب على كل أحد. ما لكم لا تقاتلون عن سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، نحن علينا أن ندافع عن النساء والرجال والولدان في الحرب العسكري، كما أشد من الحرب العسكري الحرب الثقافي والفكري، فعلينا أن ندافع عنهم، هذا واجبنا. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الذي يقول أنا مسلم وأحتفظ إسلامي ولا يهتم بأمور المسلمين، أن رسول الله عبر عنه أنه غير مسلم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس منهم. فعلى ذلك الإنسان الذي يصلي ويصوم ويعمل ببعض العادات والمناسك الخاصة لنفسه ولم يعمل بواجبه، لأن واجبه إرشاد الآخرين. قلنا أن الآيات القرآن كثيرا نشير إلى هذا المعنى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لام للتأكيد، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن لم يفعل ذلك عصى هذا الأمر وما عمل به وهو آثم وما حفظ دينه، لأنه ما أدى واجبه أمام الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى جعل المجتمع متناسكا فيما بينهم، متناسقا فيما بينهم، إخوة، إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا بد من الإصلاح، والإصلاح إصلاح النفوس وإصلاح العقول، وهذا أهم من إصلاح الأجسام ودفع شر على الأجسام. سماحة السيد، إصلاح النفوس، هناك من يقول كقول الشاعر عليك بنفسك فنهاها عن غيها، أما إصلاح الآخرين وما يعبر عنه طبيب دوار بطبه هذا شغل الأنبياء وليس شغل عامة الناس، عامة الناس أو ما دون الأنبياء فشغلهم أن يصلحوا أنفسهم ولا شغل لهم بالآخرين. لا، هذا الدوار بتبه جاء للعلماء، ذكر العلماء لابد أن يكون عالم دوار بتبه، لا الأنبياء فقط.
كما أن على الناس أن يراجعوا العالم، على العالم كذلك أن يبذل ويدور ويبحث عن حاجات الناس. وعالم دوار، العالم طبيب دوار بطبه، ليس للأنبياء فقط، علماء كذلك مثل الأنبياء. وهذا واجب أن يذهبوا إلى مناطق مختلفة ويدعوا أن رسول الله ما اكتفى بالمكة المكرمة، جاء إلى المدينة المنورة وأرسل هناك مبلغين إلى نقاط متباعدة، وصار عدد الشهداء والمبلغين من رسول الله في حملة واحدة 40 شهيد من قراء القرآن الذي أرسلهم للتبليغ وما أرسلهم للحرب فقتلوهم. فعلى ذلك نشر العلم ونشر الوعي الصحيح. هكذا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان في المدينة المنورة براحته، لماذا ترك المدينة وجاء إلى النجف، جاء إلى الكوفة؟ لأنه أراد أن يحمل الرسالة إلى الكوفة، لأن الكوفة وما وراء الكوفة كلها كان بلد الإسلام، بلد الإنسانية، لابد أن ينشر الإسلام، واجبه، جاء إلى هنا وترك البلد. فعلى ذلك نحن كذلك علينا أن نسعى في هذا الأمر، حتى الحدود الجغرافية السياسية، هذه الحدود إنما يكون لتنظيم الأمور الدنيا، ولكن المسائل العلمية، المسائل يعني الإمامة، الإمامة في الإسلام لا حد لها. ولذلك علماء من الكبار هم لا يحصرون أنفسهم على دولة واحدة. علماؤنا مراجعنا مرجع في جميع العالم، كل من يقلدهم، كل من يسمع أمرهم. خطباؤنا يسافرون إلى جميع البلاد، وليس هذا شيء جديد، من قديم كان هكذا. العلم لها ليس له حدود، والدين ليس له حدود، ورسول الله ورحمة للعالمين. فعلى ذلك كيف الإنسان الذي يجلس في نعم، يبدو أنه انقطع الاتصال بسماحة السيد مجتبى الحسيني. نأخذ فاصل ونعود لمواصلة الحلقة. فاصل ونعود، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا. عدنا لنواصل هذا الحوار مع سماحة آية الله سيد مجتبى الحسيني، ممثل آية الله سيد الولي الخامنئي في العراق. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. لماذا صار التأكيد سيدنا على جهاد التبيين في زماننا هذا؟ ما هو جهاد التبيين إذا بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو موجود في كل زمان، لكن لماذا صار التأكيد عليه في زماننا هذا وأصبح واجبا، عبر عنه السيد الولي، واجب حتمي وفوري ومستعجل؟ لماذا أعطي هذه الأهمية في زماننا هذا إذا هو كان موجود في كل الأزمنة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم الناس هذا إلى يوم القيامة؟ نعم، نعم. الفرق بيننا وبين هذا العصر وقبل هذا العصر، أنا في هذا العصر أجهزة التبليغ والدعاية ونشر العلم صار بيد الأعداء كثيرا وهم يشتغلون. قبلا أعداؤنا كانوا خارج حدودنا، الآن أعداؤنا في داخل بيوتنا وفي داخل غرفنا وفي داخل أكياس شبابنا. ولذلك وكذلك هم بعدما يأسوا عن الحرب المسلحة، عن الحرب العسكري، جربوا الحرب على إيران وعلى أفغانستان وعلى العراق وعلى مصر وعلى كثير من البلاد، جربوا هذا الأمر وما حصلوا شيئا. ولذلك الآن بدأوا من طريق آخر، وهم الآن جيشوا جميع قواهم لضرب المعنويات الإسلامية والدينية، بل جميع الأديان. أنا أقوله هذا محاربة الدين، محاربة الإنسانية، محاربة القيم، سواء في عند المسيحية أو اليهودية أو البوذية حتى أو الهندوس، كلهم عندهم قيم. فعلى ذلك ما يجري الآن في عالمنا المعاصر محاربة جميع القيم الإسلامية والدعوة إلى الإباحية وإلى الفساد وإلى ما يتنفر عن النفوس وتتبيع هذه الأمور في مجتمعاتنا. ولذلك بما أنهم هجموا هجمة واسعة وشرسة ومن دون حدود، علينا أن نكون على هذا المستوى حتى نستطيع أن نتصدى لهم. تصدي لهذا الأمر يحتاج إلى جهاد فوري قوي شامل وعام
وإلا ما نستطيع. والسر في ذلك أولا وجود الأجهزة، وجود الفضائيات، وجود المواقع الإلكترونية بيدهم وقوة هذا الأمر. مضافا قلت أنهم بما أنهم يأسوا من استيلاء علينا، ورأوا هناك مد للثورة، مد للمقاومة، مد للعزة والكرامة فيما بين المسلمين، حتى امتدت إلى بلاد الآن ذهب هذا الأمور، وكثير من الشعوب استيقظوا وقاموا من نومتهم، وهذا صار سبباً لغيظهم ولعدائهم الأكثر، ثم يبحثوا عن الشبهات الموجودة في أذهان الناس، في أذهان الشباب، يبحثوا أما هم يثيرون على الشباب من مواقع الإلكترونية، من بعض الدورات التي هم يقيمونها، يرون ما هي الشبهات، ما هي الأضاليل، ما هي الدعايات التي هم يمارسونها، ثم يعالجوا يبرمجوا هناك في غرفة الفكر، يجتمع عليهم عدة من المفكرين والعلماء، يجتمعون فيما بينهم يفكرون كيف يعني يجعلون الجواب والرد على هذه الأمور، ثم يبدأون بهذا الأمر. وهذا يحتاج إلى أن يكون هناك في جميع الأماكن من أماكن للدروس وللتعليم وللتوعية مباشر، وكذلك دون المباشر من خلال الوسائل الإلكترونية، كذلك لابد أن يكون كل صم من هؤلاء ينشرون علينا أن نجعل ضده ومخالفه وإصلاحه، إصلاح النفوس من التأثير أو وقاية النفوس، كما أن هذا المرض كورونا صار سببا يجعل هناك لغاح، لغاحات من جميع الناس، لغاحا علميا حتى لا يتأثروا من السموم التي تنشر عليهم. وهذا يحتاج إلى فعالية جبارة، إلى يعني بذل جميع قوتنا ونشاطنا وجميع إمكانياتنا لهذا الأمر، بشكل نستطيع أن نواجه هذا الحمل الشرسة الشاملة. سماحة السيد، للجهاد الأصغر أنشأنا حشدا شعبيا بعد فتوى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى سيد علي الحسين السيستاني دام ظله، وبعد الدعم الكبير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هل نحن بحاجة إلى حشد شعبي في جهاد التبيين؟ لا، أنا أرى أن نفس الحشد، يعني نفس المجاهدين هم عليهم أن يقوموا بهذا الأمر. يعني عادة في كل العالم يكون هكذا، في إيران وسائر البلاد، القوى العسكرية عندما ماكو جهاد، ماكو عمليات، ماكو شيء، يستفيدون من إمكانياتهم لبناء الجسور، لبناء الأنفاق، لبناء الشوارع، ما يعطلون أشياءهم وأفرادهم. كذلك نحن ما دام الحرب العسكرية غير موجودة علينا أن نستفيد من ذلك. والأمر الذي كذلك أن أشير، الله تبارك وتعالى في القرآن يقول: ما كان المؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية المباركة وردت في الجهاد، جهاد المسلح. ما كان المؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة، بعد يقول ليتفقهوا في الدين، ما قال ليقاتلوا العدو، بينما بدأ المسألة نفر بمعنى الذهاب إلى الجهاد المسلح بلا قتال. مع ذلك الله تبارك وتعالى بما أن هذا الجانب مهم يعود من ذلك، يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين. التفقه في الدين البصيرة في الدين، يعني الفهم العميق في الدين. لماذا؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني في الجهاد، بما أن المعنويات عالية في الجهاد، فلذلك أن الشباب الذي يجاهدون يحصلون على معنويات عالية، إلى إيمان قوي، إلى دوافع جياشة. لابد من هذه الأمور التي اكتسبوا من الجهاد المسلحة يجعلونها وسيلة للجهاد الأكبر. ولذلك يقولوا فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الآن الحشد الشعبي عاد من الحرب المسلحة
إلى المخافر وإلى داخل البلاد وإلى كذا، عليهم أن يفعلوا ذلك، وهؤلاء كذلك عليهم أن يتجهزوا وبسلاح مناسب للجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر يحتاج إلى سلاح مناسب، وهذا الجهاد الأكبر سلاح العلم وسلاح البصيرة والوعي. أولاً هم بأنفسهم يتبصروا، يزيدوا في بصيرتهم، يبحثوا عن يعني عن الثغرات الموجودة في المجتمع، يبحثوا عن الشبهات الموجودة، ثم يجعلون هناك دورات ولقاءات لتبصير الناس ونشر البصيرة في الناس، هذا جهاد التبيين. فعلى ذلك لا نستطيع أن نفصل بين هؤلاء الذين يبلغون وبين هؤلاء يجاهدون مجاهدة مسلحة، بل حشد الشعب بنفسه الآن من واجبي هذا، كما أن فصائل المقاومة بواجبهم الآن مسألة جهاد التبيين وجهاد الأكبر. سماحة السيد، يقال في الأدب العربي طبيب يداوي الناس وهو عليله، هو الحشد الشعبي بحاجة لمن يبين له. ولكن طبعا نقول نعم، فكيف يعطي نعم. ما هو مفتقد إليه؟ هو الحشد الشعبي بحاجة إلى من يبين له الحقائق ومن يبصره ويثبته. نعم، ولذلك أنا قلت أولا لابد أن يتجهزوا. أنا قلت أولا أنفسهم، يعني الحشد الشعبي أنفسهم أن يتبصروا ويتعلموا ويأخذوا المعلومات، لأن السلاح في جهاد التبيين، سلاح في حرب الناعمة معلومات والفكر، أن يتبصروا ويتعلموا ويتجهزوا بهذا السلاح ثم يذهبوا إلى الناس. قلت هذا نعم كلامكم صحيح، يحتاج إلى هؤلاء يشتغلوا يتعلموا في فرصة عدم الحرب، يتعلموا ثم بعد الحمد لله الآن فعلا يفعلون هكذا. أنا أعرف أنهم يقيمون الدورات التثقيفية والبصيرة لشبابهم في داخل الحشد، في داخل الحشد عندما يفعلون هذا لابد أن يفعلوا. كذلك عندما نقول الحشد ليس فقط الحشد، عامة الناس. أنا أقول في جهاد المسلح إنما هو وظيفة الرجال، ما دام يكفي الرجال لا يكون دور للنساء، ولكن في جهاد التبيين لا فرق بين النساء والرجال، كلهم مسؤولون، الناس كلهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى ذلك الشامل للجميع، ولكن بشكل خاص أخاطب إخوتنا الأعزاء المجاهدين، لأنهم هم في الخط الأول، في الصف الأول كانوا في جهاد يعني جهاد الأصغر، فعليهم أن يكونوا كذلك في جهاد الأكبر في الصف الأول. ولكن واجب لجميع الناس، كنتم خير أمة للناس أخرج هكذا آية القرآن يقول هكذا. فعلى ذلك لا أحصل الأمر على الحشد الشعبي، بل عامة الناس نساء ورجالا واجبهم هكذا، ولا يجب أن يكون متفرغا في هذا الآن. كل إنسان يشتغل في شغله، ولكن يخصص أياما وساعات لأن يتعلم يتبصر، وساعات لأن يعلم ويبصر، وهذا واجبهم. سماحة السيد، لكم صريح مع جنابكم الكريم وأكثر صريح أمام المشاهدين الأفاضل، قادتنا وبعضهم، لا أقول كلهم، بعضهم، بل دعني أعبر تعبيرا آخر، أكثرهم مشغلون بالجانب العسكري وأذهانهم ملأى بالجهاد العسكري، ولا يعيروا أهمية، بصراحة لا يعيروا أهمية للجوانب الفكرية، ويعتبروها شيء من الزخارف وأشياء تكميلية ليس لها أهمية. أولا الجهاد العسكري، نعم، ومن انخرط منهم بالعمل السياسي قد انخرط ونسى الجهادين العسكري وجهاد التبيين، وإلا القليل طبعا ممن وفى وممن حافظ على هذا المنهج. الحال أن جهاد التبيين والجهاد الفكري وجهاد التثقيف صار أمرا ثانويا عند كثير من ساداتنا وقاداتنا، ومن بأيديهم مقاليد الأمور. صحيح، مشكلنا جهاد العسكري، العدو عندما يرمي بسلاحه إلى جانبنا نعرفه ونسمع صوت بندقياته ونتأثر، ولكن للأسف الجهاد
يعني الحرب المرنة، الحرب الناعمة لا يعرف السلاح، وعندما يرمون إلينا قد يكون صوته صوت لذيذ نستقبله هذا الأمر، ولذلك أمر أصعب عندما يقال هذا حرب يعني الجهاد الأكبر، كونه أكبر لأنه أصعب، لأن الوصول إلى سلاح يحتاج إلى سعي بليغ. ولذلك على مسؤولين في الحشد الشعبي، على العلماء، على الآخرين أن يعني ينبهوا شبابا في الحشد وفي غير الحشد باهتمام هذا الأمر، هذا مهم. نحن إذا استطعنا أن نعمل الجهاد التبيين لا يأتي دور للعسكري، يعني بعبارة أخرى الجهاد العسكري، الجهاد العسكري عبارة عن محاربة المعلول، والجهاد التبيين والجهاد العلمي والجهاد الثقافي عبارة عن مداومة، يعني معالجة العلة حتى لا يكون الفساد. هم بعدما فسدوا وقاموا في وجهنا وأرادوا يقتلوننا يقاتلونهم، ولكن هذا يصير سببا لعدم فساد الشباب، عود الشباب إلى حضن الوطن وإلى حضن الإسلام، فيكون هناك أمن وأمان ولا نحتاج إلى الحرب. إذا استطعنا أن نعالج في مسألة توعية الناس وتبصير الناس، يصير الآن شبابنا لا يذهبون إلى داعش، يصير عضوا في الداعش وغير الداعش. ولذلك علماء، هناك مقارنة كثيرة في رواياتنا بين العلماء والشهداء، مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، للعالم درجة وللمجاهد درجة، للشهيد درجة، وللعالم درجتين، وهكذا يعود إلى ما هو إلى أعلى الدرجات. ولذلك هذا شيء مهم لا بد أن نعرفه ويعرفه الناس، ولا بد كذلك تبصيره هؤلاء الذين يفكرون أنهم يكفي أن يجاهدوا في القتال. نعم لا بأس أن يكونوا مقاتلين جاهزين متدربين على السلاح، في نفس الوقت كذلك يشتغلون في مسألة توعية أنفسهم أولا، تبصير أنفسهم أولا، ثم تبصير الآخرين والعمل في الشباب اللي هم معهم. سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا الذي يأتي عبر فضائية الأيام، شكرا جزيلا لجنابكم، ومرة أخرى مبارك لنا ولكم هذا الشهر الفضيل، شكرا لحضوركم. وأنا أشكركم، شكرا لكم وشكرا لهذه القناة المباركة، وشكرا لجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. كذلك شكري وخالص امتناني لكم أحبتي لحسن الرضا وحسن المتابعة، ألتقي وإياكم في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم الدين والدنيا، على أمل اللقاء مرة ثانية. أستودعكم الله وأسترعيكم في أمان الله وحفظه.